السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شيوات أم ناني. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد الشوربة اللي كتلاحظوا معايا، وهي شوربة الكرومب أو لو شوفير. شوربة رائعة لحرق الدهون، نتمنى إن شاء الله تجربوها في المنازل ديالكم. كتجي لذيذة لذيذة بزاف وبنينة. إلا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، شاركوا في القناة، والان تفضلوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الشوربه هذه. بالنسبه للمقادير ديال هاد الشوربه هذه، عندي هنا كميه ديال الكرومب اولا المكور. ملي كنتكلم على الكرومب الخاص بحرق الدهون، كنقصدوا هاد الكرومب، هذا اللي كيكون الورق ديالو كيكون اخضر، لو شوفير، ماشي الشوبلون، ماشي هذاك الكرومب اللي كنستعملوه في لي سالاد وكنستعملوه في الكسكس. هذا هو الشو الخاص بحرق الدهون. عندي نصف الكميه اللي قطعته رقيق هكا صغير بحجم تقريبا متساوي، يمكن لكم تقطعوه باليد، يمكن لكم تفوتوه في الروبو. عندي هنايا جوج ديال الجزرات اللي قطعتهم حتى هما مربعات صغيره. نحاولوا نقطعوا جميع الخضر بنفس الحجم. وعندي واحد البطاطا كبيره اللي قطعتها حتى هي مربعات صغيره، وشويه ديال الدجاج اللي حتى هو قطعته صغير كما هكا كما كتشاهدوا، بصله صغيره مفرومه. بالنسبه للعطريه عندي الخرقوم، الفلفل الاسود، سكينجبير، الملحه، وقياس واحد الربعه ديال المعلقات كبار ديال زيت المائده. نبداو على بركة الله. أول حاجة ناخذ الطنجرة، بسم الله نديرو الزيت، نزيدو البصل وشوية ديال الدجاج، نحاولوا نقليو شويه هاد البصل مع الدجاج غير واحد شويه، ومن بعد نزيدو الخضر كامله ونشحروهم. هاد الشوربه هذه كتجي بنينه بزاف ورائعه لتخسيس الوزن. بعد ما تشحرنا شويه الدجاج مع البصله، غادي نضيفوا الخضر. بسم الله، واخا تبان لكم الكميه كثيره غادي ينزل. نزيد الجزر والبطاطا، نزيد العطرية، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الفلفل الأسود، نصف ملعقة صغيرة ديال السكينجبير، والملحة بطبيعة الحال على حسب الذوق. نقليو الخضر مزيان ومن بعد نزيدو الماء. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الشوربه هذه، كتجي بنينه بنينه بزاف وسهله وصحيه 100%. كما كتشاهدوا الخضره ديالنا تشحرات ونزلات. الان غادي نزيدوا الماء الساخن بطبيعه الحال. بسم الله، نحاول
قدر الكافي اللي تبنى فيه الخضر. غادي نقص شويه العافيه، نسد عليها ونخليها تطيب ونتلاقاو ان شاء الله باش نقدموا الشوربه ديالنا. بسم الله، ملي طابت ليا الشوربه الان غادي نزيد شويه ديال الكمون. بسم الله، كيعطيها مذاق رائع. ومباشره غادي نطفي ونقدم الشوربه. بسم الله، غادي نقدموا لها السوب ديالنا. الشوربه اللي حضرنا مع بعضياتنا هذا النهار كنقدموها بالصحه والراحه. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.